قل ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يريدون النكاح ولكنهم في مرحلة طلب العلم؟ لا تعارض بين طلب العلم وبين النكاح والزواج، تزوجوا، هذه نصيحتي، تزوجوا، ومن استطاع أن يعدد فليفعل، هذا من ديننا. وهات الذرية الكثيرة التي تدعو لك بعد موتك، وربيها تربية سلفية سنية، واحرص عليها. الأنبياء تزوجوا، والصحابة تزوجوا وعددوا وأكثر من ذلك. فلا تقل أنا مشغول بالعلم، غير صحيح، إلا إذا كان حقيقة ليس له رغبة في النكاح، وهذا يحصل لكن هذا قليل. وإلا الأصل أن الشباب البالغ الفحل تجده تتوق نفسه إلى النكاح ويريده، فلا يمنعه إلا فقر، أو يمنعه أنه مريض أو لا يحتاج إلى هذا الأمر. وإلا شاب ليس مريضا بلغ وهو ما شاء الله في شبابه تجده يحب ذلك.